هلو هلو، مرحبا حبايبنا، عيد سعيد للجميع ان شاء الله. لكل شوفوا تفاصيل الجنة بيت اهلها لسارة الورع زوجة غيت مروان. شوفوا جنة وخواتها ابوهم جايب لهم هدايا. واو، احلى شيء ان الاب يهدي هدايا لبناتها والاولاد. كل عام وانتم بالف خير، وتصادف عيد ميلاد جنة بهذا اليوم 14/2. عيد حب سعيد للجميع. ترقبوا الفيديو، مفاجآت بهذا الفيديو، المشاهير كلهم نارين بيوتي. تفاجئ رامي ورامي يفاجئ نارين بيوتي باشياء. واو جننتوا، شوفوا جمال الصورة ما شاء الله. جنة وجورية ما شاء الله عليهم. هاي مريم الخالدي العراقية مقيمة في فنلندا، يوتيوبر ما شاء الله عليها. واو جمال جنن، الريلي يجنن عليها بمناسبة عيد الحب. يا ترى من الحب الموديل مريم ضايعة بباريس. شوفوا التفاصيل، آسو أختها وهم نزلت شي حلو بمناسبة عيد حب فالنتاين سعيد ما شاء الله. آسو حليانة الجننين. هاي وراء الكواليس لانا ولين اختهم ليليان. شوفوا للاخر، شوف ابنها شي يسوي. ونارين ورامي عشق لا ينتهي، من اجمل الكابلات صاروا بالسوشيال ميديا. وجنن، الف مبروك حبيبتي يا نارين، تستاهلين كل الخير كل الخير. ايش قد كيوت هي والدبه ورامي. ان شاء الله نشوفكم احلى عرسان، ونشوف نارين مفاجاه لرامي. واو الجنة، شوفوا تفاصيل رامي مسويه لنارين اجواء اشياء. واو ما شاء الله، شوفوا اشقتنا بسيطه واشقتنا هديه قيمه. والصور نارين ويا هدية رامي، مفاجآت ما تخلص. اشتركوا بالقناة ليصلكم كل شيء جديد عن أخبار المشاهير. شوفوا الصورة قد كيوت نارين، والحب والدب، بصير أم الياس قريبا إن شاء الله. أحلى عروسة.